السلام عليكم. شوف هذا الفيديو من داخل برنامج المجلس مع خالد جاسم والشباب يونس محمود وفرحتهم لفوز المنتخب المغربي والسعودي لدور 16، والف مبروك لوسود الاطلس، وان شاء الله الجايات احلى واجمل واقوى ونشوف اداء اكثر ويستاهلون اهل المغرب، والف مبروك. وخلينا نشوف الفرحه ونشوف الفيديو. ولا جمال، ها ولا جمال، فاكهة المجد.